هذه ورقة اللقاء اللي انطلق بسافرة من الحكم محمود قصيعة بكرة من جانب نادي الصفيقسي. نادي الصفيقسي كرة خطيرة في محور الدفاع نادي الصفيقسي، تماس ملعوبة تشانس ثم توزيع وخطيرة الكرة، خطيرة الكرة. محاسرة والمتابعة مع حازم الحاج حسن، كوفي كوامي الصعود والكرة التسويبة، تسويبة أولى من تشانس من بن عمر إلى باسم الحاج اللي واسع، تدخل من الدفاع دوزيام بول وتسويبة خطيرة وتصدي من صبري بن حسن على مرتين، على مرتين صبري بن حسن يتصدى أمام بن المتلوي والكرة حارة صبري بن حسن. هذا عزيز السايحي في التنفيذ في القائمة الثاني، بركات بركات في التوزيع، بركات المخالفة من جانب النجم الرياضي بالمتلوي محمود قصيعة اللي ينبه على اللاعبين داخل منطقة العمليات. شادي الهمامي يوزع كرة في القائمة الثاني، تدخل من الدفاع ثم على غرام كما جات يمشي بالكرة على الجهة اليمنى التوزيع والكرة. شادي الهمامي وعزيز السايحي ثنائي تنفيذ الكرة الثابتة، الشادي الهمامي يرفع كرة في القائم الأول أو الثاني على إغرام، على إغرام، 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 هدف، هدف، جول، جول، جول النادي الأهلي الصفيقسي، افتتاح باب التسجيل من كرة ثابتة، النادي الصفيقسي ما لقاش الحل في المرور على الأطراف أو في العمق، يلقى الحل مع الكرة الثابتة. شادي الهمامي كرة في القائمة الثانية أخوة على إغرام، يستنى يكسر كرة ويحطها في الزاوية معلنا عن افتتاح باب التسجيل. هاي أمامنا الإعادة لفائدة النادي الأهلي الصفيقسي، هدف أول لفائدة النادي الأهلي الصفيقسي على إغرام، يفتتح باب التسجيل، يبدل المعطيات. الشوط تماس لفت النجم الرياضي بالمتلوي، هل سنرى ردة الفعل، هل سنرى الرياكشن من جانب ابناء محمد علي المعالج؟ يخرج بركات الحميدي قبل ما يعود الى ارضية الميدان. الشادي الهمامي في تنفيذ المخالفة، هذا نبي كمارا، نبي كمارا ما تصرفش، تتنفذ تماس، الديفياسيون تعاملت على اللقاب الاول، خذاها تشانس القائم الثاني يا اخوها بركات الحميدي. بركات يحاول الدخول في منطقه العمليات، صراع بدني يتفوق فيه على تاسوبا، والحكم يقول ما ثماش مخالفه، يقول ما ثماش مخالفه، التدخل من المدافع ساليفو تاسوبا. شيخ خالد الهمامي يعمل كونترول في منطقة العمليات، خالد الهمامي التصويبة مع عزيز السايحي في عملية التوزيع، كادت تكون مغالطة بالنسبة للحارس باسم الحاجي إلى أحمد مزهود اللي حاول التصويب من بعيد، يعود إلى السايحي في التوزيع، تدخل من الدفاع في القائم الثاني. دوزيام بال يا أخوة بركة الحميدي، حاول يعمل باس أون تري، ساليفو كان موجود في التغطية الدفاعية، هذه مخالفة سيد الحكم معها أكثر من ورقة صفراء. الشادي الهمامي ينفذ كرة في القائمة الثاني، دخل الدفاع في مرة أولى، ثم الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي الصفيقسي بنتيجة هدف لصفر، هدف سجله المدافع وقاد الفريق على إغرام في الدقيقة 27. الشوط الثاني انطلق بصفيرة الحكم محمود قصيعة، يلعب مع وضاحة لزايد يدور الشوط، وطل تصدي من الحارس والبريز ماهيش ناجحة، ما زالت العملية متواصلة. خالد الهمامي ما يعملش كونترول صحيح، يخلط على الكورة، يلعب مع خالد الهمامي ثم بركات الحميدي، حاول يعمل الباس أون تري، جول 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 جول. أخيرا
أخيرا أنصفت الكرة حازم الحاج حسن. حاج حسن يمضي على الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. هدفين للصفر لفتى النادي الرياضي الصفاقسي. هيا أمامنا الإعادة. خطأ في إرجاع الكرة. ياسين الكاسح يلعب كرة في ظل الدفاع في عمق محور دفاع النادي الصفاقسي. نبي كمالة ترجع له الكرة يحاول التصويب. أوه جانبية بقليل. جانبية ببعض المليمترات على القائم الأيسر لمرمى الحارس ويب الشامخ. هيا أمامنا الإعادة. نبي كمالة لكن دوزيام بالي أخوها. والكرة بينية في الانترفال من يوسف بشا. كاد يحدث الخطر من خلالها أمين الله الحبوبي لولا وصول الحارس مويب الشامخ. أمامنا الإعادة. محمد مزهود يخليها لستيفان جنالي يعمل الباسور تري موسى كونتي في لونتريت لا سيرفاس. هذا في راس عيفية يتفوق ويأخذ الكرة. تدخل من أمين بلكحل قبل ما توصل الأمين الله الحبوبي. سليفو إلى جيفري ثم على غرام موجود. والحكم ينهي المباراة بانتصار النادي الرياضي الصفاقسي بهدفين للصفر. امضاء كل من على غرام في دقيقة 27 وحازم الحاج حسن في دقيقة 65. أعزائنا مشاهدينا كنتم معنا في نقل حي ومباشر حصري على الديجيتال على ديوان سبور المنصة لمباراة الجولة 11. النادي الصفاقسي ينتصر ويضمن المشاركة في مجموعة البلاي أوف التتويج للبطولة الوطنية، بينما رسميا نجم المتلوي في مرحلة تفادي النزول.